السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشرح لكم الدرس ديال لا بروباغاسيون دو لا ليميير بالنسبه للسنه الثانيه الاعدادي الدولي. اذا هذا الدرس هو الدرس الثالث من دروس الدوره الثانيه بالنسبه دوزيام اني انترناسيونال. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للفقره الاولى نشوفوا لا نوسيون دو لا بروباغاسيون دو لا ليميير، يعني مفهوم انتشار الضوء. اذا ناخذ واحد المثال: لوسكون اليم اون لامب لا ليميير سو بروباج ا بارتير دو لا سورس دون توت لي ديريكسيون اي اون بو فوار كليرمون لي زوبجي. يعني ملي كنشعلوا عندما نضيء مصباح في واحد الغرفه مثلا، لا ليميير سو بروباج يعني تنتشر ما كنقولوش دي بلاص، تنتشر ا بارتير دو يعني ما كنقولوش تنتقل. Donc on a à partir de la source dans toutes les directions et on peut voir clairement les objets. يعني كتنتشر في جميع الاتجاهات انطلاقا من المنبع، يعني من المصباح، مما يؤدي الى رؤيه الاشياء الموجوده مثلا في الغرفه. اذا هنا هذوك الاشياء كيتسموا بلي ميليو دو بروباغاسيون دو لا ليميير، يعني اوساط انتشار الضوء، هما اللي غنطرقوا لهم دابا في هذه الفقره. لي ميليو دو بروباغاسيون دو لا ليميير، هما كاينين ثلاثه الاوساط، غنحاولوا نديرهم دابا كل واحده على حده. غندير واحد لاكتيفيتي باش يبانوا لينا هذوك لي ميليو. دونك اون بلاس successivement trois objets différents. Donc on حاولوا نضعوا ثلاث اشياء، ثلاث اجسام متتاليه، كل مره نضيف واحد. شكون هما هاد الاجسام؟ ان بلاك اون فير ليس، يعني واحد صفيحه من الزجاج الاملس، ان بابي كارك يعني ورق الانسوخ، ان بابي اون كارتون، اون كارتون او بيان بابي كارتون يعني ورق مقوى ديال الكارتون. اونتخ لوي اي اون لامب اليمي، يعني غنوضعوا هذوك الاجسام، هذوك الاجسام يعني بحال مثلا وضعنا هذا الجسم، هذا مثلا كمثال فيرليس، وضعناه بينات العين، العين ديالنا هي الامام ديال الشاشه، والمصباح راجع من الجهه اللي من ليه. اذا هادشي اللي عندي. نبداو اول حاله اوبسيرفاسيون انتربريتاسيون، الحاله الاولى دوكيمون الاول هو هذا، ملي كنستعملوا لو فيرليس. دونك شوف معايا هنايا، دونك هنا في هذه الحالة لا يغص ودو لا ليميير، إذا هنا ممكن أننا نشوفوا المصباح. علاش؟ لأن لا يغص ودو لا ليميير، يعني ممكن نشوفوا المصباح لأن العين تستقبل الضوء، إذا كيجيها الضوء. علاش؟ لأن هاد الفيرليس يسمح بمرور الضوء وكيبان لنا المصباح بوضوح، دونك كيبان لنا دونك أون بو فوار لا لامب نيتمون، يعني كليغمون. دونك لوي غص ودو لا ليميير هو هذا، كتستقبل ديغيغ لو فير. il voit donc بالنسبه للعين il voit nettement la lampe. اذا ممكن ان العين تشوف لا لامب نيتمون بوضوح. on dit que le verre lisse le verre lisse يعني الزجاج الاملس est un milieu transparent. اذا في هذه الحاله كنقولوا بان الزجاج الاملس هو وسط شفاف. donc un milieu transparent et donc tout milieu qui laisse passer de la lumière et on peut voir nettement à travers lui. يعني كل وسط يسمح بمرور الضوء ويمكن رؤيه ما خلفه بوضوح. هذا الاول. ندوزو للثاني، نعطيو مثلا امثله. مثلا فيغ ليس او الماء، غير ما يكون السمك ديالو كبير، ليبيسور ديالو يكون كبير، حتى هو كيسمح بمرور الضوء ويمكن رؤيه ما خلفه بوضوح. دونك سي ان ميليو ترونسبارون. بالنسبه للاغ، يعني الاغ تو اي ان ميليو ترونسبارون. لو فيد يعني الفراغ، يعني ما كاين حتى حاجه، دونك لان الفراغ ليس باسي دو لا ليميير، دونك ليس باسي دو لا ليميير اي اون بو فوار ا ترافيرس لي، دونك سي ان ميليو ترونسبارون. ندوزو دابا الدوزيام ميليو هو اللي عندنا. نشوفوا دابا ناخذوا بابي كالك نفس الطريقه بحال هكا. دونك شوف معايا، بالنسبه للمصباح ما كنشوفوش، ما كيبانش لنا بوضوح واش هاد بابي كالك، يعني هاد الانسخ كيسمح بوضوح. كيسمح ولكن كيسمح غير واحد لابارتي، واحد جزء منها. اذا هادشي علاش ما كيبانش لنا بوضوح. دونك هنا هذا كيتسمى ميليو ترانسليسي. دونك لوي غوسوا دو لا ليميير ديغيير لو بابي كالك مي اون نو فوا با نيتمون. اذا كتسمح بوضوح ولكن ما كنشوفوش هذاك الشيء بوضوح. دونك ني با دونك اون نو فوا با nettement, يعني l'œil ne voit pas nettement la langue. On dit que le papy est un milieu translucide, يعني نصف شفاف، نصف شفاف. نعطوا يعني le milieu translucide est un milieu qui laisse passer de la lumière, يسمح بمرور الضوء، mais on ne voit pas à travers lui nettement, clairement. ما نقدروش نشوفوا مثلا بوضوح. اكزومبل مثلا بابي كال انسوخ، مثلا بابي موي باغ لويل، يعني مثلا ورق مزيت، مثلا ورق وي يعني مبلل بالزيت، حتى هو كيكون ميليو ترانسليسيد. عندي فيغ ديبولي يعني ذاك الزجاج الخشن، حتى هو كيكون فيغ كيكون ميليو ترانسليسيد. ندوزو دابا الاخر، دونك لوي نغص. بالنسبه لدرنا لو بابي كارتوني، لاحظ معايا احنا
ما كانش كيبانش لينا حنا المصباح اون نو فوا با لا لامب. علاش؟ لان هاد 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 لو ميليو نو ليس با باسي دو لا ليميير، ما كيسمحش مور الضو، لان لي نو غوسوا با دو لا ليميير. اذا فهاد الحاله كتسمى ميليو اوباك، وسط معتم او لا معتم. دونك ان ميليو اوباك اي ان ميليو كي نو ليس با باسي دو لا ليميير اي اون نو فوا با ا ترافيرس لوي. دونك لي ne reçoit pas de la lumière derrière le papier en carton et il ne voit pas la lampe. On dit que le carton est un milieu opaque. Nato un petit là maintenant papier carton et ahna درناها bois maintenant بحال الخشب حتى هو est un milieu opaque. Les métaux بحال le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent, هادو كلهم كيتسموا دي ميتون. طابلو مور مثلا الحائط حتى هو ما كيسمحش مور الضوء وما يمكنش نشوفو ما خلفه. دونك سي ان ميليو اوباك. دابا اكسبلوطاسيون الحاجه اللي خديناها، اول حاجه عندنا 3 ميليو. دونك اون ديستينغ 3 تيب دو ميليو دو بروباغاسيون. عندنا 3، شكون هو الاول؟ ميليو ترونسبارون. شنو لا ديفينيسيون ديالها؟ سي ان ميليو كي لاس باسي دو لا ليميير اي اون فوا نيتمون دي زوبجي ا ترافيرس لي. دونك ميليو كيسمح مور الضوء وممكن نرى ما خلفه بوضوح. ندوزو لاخرى، ميليو ترانسليسيد. ميليو ترانسليسيد حتى هو لاس باسي ولكن غير واحد لا بارتي. دونك سي ان ميليو كي نو لاس باسي كون بارتي دو لا ليميير، يعني واحد جزء من الضوء، مي اون نو فوا با نيتمون دي زوبجي des objets à travers lui. يعني كتكون عندنا فيزيون فلو، يعني غير واضحه. الميليو الاخير هو ميليو اوباك يعني معتم. اي تا ميليو كي نو لاس با باسي دو لا ليميير، كي نو لاس با باسي دو لا ليميير اي ايل نو بيرمي با دو فوار، ما كيمكنناش باش نشوفو لي زوبجي اترافيرس لوي. دونك هنايا عندي دابا ثلاثه لي ميليو. دونك عندي جوج كيسمحوا بمرور الضوء، شكون هو لي ميليو ترانسليسيد اي لي ميليو ترونسبارون، وعندي واحد دو ميليو كي نو لاس با باسي دو لا ليميير. دونك هنا لا ليميير سو بروباج، يعني لا ليميير كتنتشر دون لي ميليو ترونسبارون اي لي ميليو ترانسليسيد، حتى هادو كيسمحوا بمرور الضوء، مي نو سو بروباج با دون لي ميليو اوباك. عندوز دابا لا تخوازيام باراغراف. دونك لا بروباغاسيون ريكتينين دو لا ليميير. اذا غنشوفو كيفاش كينتشر الضوء، هو كينتشر وفق خطوط مستقيمة. غندير واحد لاكتيفيتي اكسبيرمونتال، يعني واحد التجربة اون بلاص 3 بلاك اون كارتون. هادو هما لي بلاك اون كارتون، كل واحد في واحد لو ترو موني شاكين دان ترو، كل واحد في واحد الثقب. اونتخ فين وضعناهم بينات اونتخ لا لامب، ها لا لامب هي هادي. دونك هادي لا لامب و لي لوبسيرفاتور هو يعني ليكرون اللي عندي هنا. دونك لوسكون اليم مثلا لوسكون اليم لا لامب كيبان لي بان لا ليميير سو بروباج اون لين دروات. علاش لين دروات؟ حيت الا مشينا طلعنا هذا الفوق، الا مشينا طلعنا هذا الفوق، الفوق بحكا ما تبانش لنا بقعه هنايا. دونك هنا اون نو فوا با واحد لاطاش، يعني لاطاش لاطاش ليمينو ما كنشوفوهاش. دونك لاطاش ما كتبانش لينا. دونك بلا ما تكون باش تبان لينا خص يكون هاد لي تخو خص يكون سونطاليني، يعني خصها تكون مستقيميه باش نفهموا هاد الشيء. دونك هذا السورس ليمينو اون ديكال. دونك هنا غنطلعوا هذه الفوقيني ولا نهبطوا على الطاق اون ديكال ان بو واحد لابلاك يعني الوسطانيه بحكا، وغنشعلوا المصباح اون اليم لا لامب. في هذه الحاله اشنو كنلاحظوا؟ دونك هنايا هنا ما كتبانش لينا بغون اوبسيرف با واحد لاطاش. علاش؟ لان هذا دونك هذا راه كارتوني. دونك سي ان ميليو اوباك نو ليس با باسي دو لا ليميير، يعني انا باش يمر ليا هاد باش يمر ليا وتبان ليا بقعه هنا خص يكونوا هاد لي ترو سونطالين، خص يكونوا مستقيمين. يعني هنا ممكن نقول ان لا ليميير سو بروباج اون لين دروات. ولكن شنو هما لي ميليو؟ خص يكون ميليو، حيت هنا عندي لاغ. دونك لاغ اي ان ميليو ميليو ترونسبارون، ولاغ كنعرفوا هو واحد الميلونج كيكون هوموجين، خليط متجانس. دونك هنا غنقدر نعمم غنقول انا لو principe de la propagation de la lumière donc la lumière se propage en ligne droite dans les milieux dans un milieu homogène et transparent. D'ailleurs, si on homogène transparent ماشي اوباك وماشي باش يكون عندنا باش يمشي وفق خطوط مستقيمه خاص يكون شفاف، وسط شفاف ومتجانس. Donc observation interprétation. Donc sur l'écran on observe une tache lumineuse. Donc quand je vois une tache ضوئيه واحد البقعه ضوئيه الحاله سي لي ترو سونطاليني. دونك هنا ملي كيكونوا البقع كيكون هذوك الثقوب كيكون على استقامه واحده، سينو لا ليميير ناغي با ا ليكرون. يعني في الحاله لا كانوش على استقامه، في هذه الحاله الضوء داك لا ليميير ما كتوصلش ليكرون، يعني الشاشه. سو لا سينيفيك كو لا ليميير سو بروباج
dans l'air où l'air est un milieu est un mélange homogène ou transparent selon une ligne droite يعني وفق خط مستقيم. Donc exploitation دابا عندو le principe donc le principe خصك تحفظو donc le principe de la propagation de la lumière شنو كيقول ليا dans un milieu transparent et homogène في وسط شفاف ومتجانس la lumière se propage en ligne droite يعني هادي خصك ضروري تحفظها. لاحظ معايا ملي كنديرو مصباح خصك باش نشوفو باش ينتشر وفق خاطر باش يكون باش تكون عندي واحد انتاش لومينوز خص يكونوا هاد لي تخو سون طاليني لان هادو كيكون هادو كيكونوا اوباك هادو الالواح هاد الصفائح الكرتونيه. ندوزو دابا لا كاتريام باراغراف غايون 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 ليمينو افيسو ليمينو. دونك هنا عندي هادي خاصها تكون هنا في هاد البلاصه. دونك هنا عندي 4 دونك هنا غايون نعطو لا ديفينيسيون شعاع ضوئي اون ابل غايون ليمينو شعاع ضوئي تو تراجيكتوار ريكتيلين سويفي بار لا ليميير يعني كل شعاع ضوء شعاع خص يكون مستقيمي كيكون ديال الضوء شعاع ديال الضوء. دونك هنا اون ريبريزونت ان غايون ليمينو بار ان دروات. علاش درنا دروات؟ كنمثلو بواحد مستقيم. علاش مستقيم؟ لان كنعرفو بان لا ليميير سو بروباج اون لين دروات يعني وفق خط مستقيم ميني دان فلاش يعني دايرين عليه واحد فلاش يعني واحد السام. اشنو كي انديك؟ انديك يشير الى لو سونس دو بروباغاز يعني منحى الانتشار من بلاصه جايه يعني المنحى ديالو دو فير. دونك هنا هو التمثيل ديالو كنديرو هنايا هذا كتسمى لو غايون ليمينو وكنديرو فوقو واحد السام باش نشيرو للمنحى لو سونس دو بروباغاز يعني لا ليميير راه جايه منها يعني لا سورس ليمينو راه كاين هنا ماشي كاين في هاد البلاصه. غندوزو دابا بما نعرف لي غايون ليمينو دابا غنشوفو دابا فيسو ليمينو. فيسو ليمينو هو مجموعة من الأشعة الضوئية يعني مجموعة من هادوك لي غايون. دونك أن فيسو ليمينو إتان أنسومبل دو غايون ليمينو حنا لي شناهم داك المستقيم لي درنا فوق واحد السام إيسي دي ميم سورس دو لا ليميير يعني الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية والأشعة كتكون عبارة عن خطوط مستقيمية وكنديرو فوقها واحد السام. دونك اون ديستانك تخوا تيب دو فيسو ليمينو عندنا ثلاثة الحزم الضوئية تخوا فيسو. الحالة الأولى كاين الأولى فيسو كونفيرجون يعني حزمة متقاربة إذا خص يكونوا هذوك الأشعة خص تكون متقاربة. لو فيسو ليمينو كونفيرجون إي فورمي باغ دو غايون ليمينو كونفيرجون. مثل لك هنايا لاحظ معايا هاد الأشعة الضوئية لي غايون ليمينو كيتقاربوا في واحد لو بوان يعني في واحد لو بوان. في هاد الحالة كنقول أن هادي راه حزمة. علاش حزمة؟ فيسو لأن كونسيتي دان أنسومبل دي غايون ليمينو تتكون مجموعة من الأشعة الضوئية. هاد الأشعة شنو كيوقع عليها؟ كتقارب في واحد النقطة دونك إي فورمي باغ دي غايون ليمينو كونفيرجون يعني هما كيتقاربوا. دونك بطبيعة الحال هادي سميا فيسو ليمينو كونفيرجون. ندوزو للفيسو الثانية فيسو ديفيرجون يعني كتكون متباعدة. الحالة ملي كيكونوا عندي هادوك لي فيسو كيتباعدوا هادوك باردون هادوك لي غايون ليمينو كيتباعدوا ديفيرج. دونك لو فيسو ليمينو ديفيرجون يعني متباعدة دونك اي فورمي دو غايون ليمينو ديفيرجون اذا كتكون من واحد دي غايون يعني الاشعه خاصها تكون متباعده. والحاله الاخرى ملي كيكونوا لي فيسو باغالال او بيان سيلندريك. الحاله اللي كتكون ملي كيكونوا هذوك لي فيسو كيكونوا باغالال يعني متوازين اذا خص كيكونوا بحال هكا ان فيسو ليمينو باغالال او بيان سيلندريك نسموها متوازيه ولا اسطوانيه اي فورمي باغ اذا كتكون تتشكل من غايون يعني من اشعه ليمينو خص يكونوا باغالال. دونك عندنا 3 فيسو عندنا فيسو كونفيرجون خص يكونوا هذوك لي غايون كونفيرجون يعني متقاربين عندنا فيسو ديفيرجون يعني خص يكونوا هذوك لي غايون متباعدين ديفيرجون وعندنا فيسو باغالال او بيان سيلندري خصها تكون فورمي باغ دي غايون ليمينو خص يكونوا باغالال يعني متوازيين. دابا ندوزو للفقره الاخيره لا فيتاس دو بروباغاسيون دو لا ليميير. الضوء كيتحكي سو دي بلاص دون توت لي ديريكسيون بغينا نعرفو لا فيتاس اللي كيمشي بها شنو السرعه اللي كيمشي بها. دونك اول حاجه غندير واحد لاكتيفيتي ندير واحد النشاط بوغ ميزوري لا ديستونس اونتر لا تير اي لا لين بالنسبه لي استرونوت يعني دوك رواد الفضاء لي استرونوت باش نقيسو المسافه ما بين الارض والقمر. لي استرونوت اونفوا ان غايون دو لازار بريسي دون لا ديريكسيون دان ميروار ديبوزي سور لا لين. يعني شنو كيديروا؟ لان المسافه ما بين الارض كبيره بزاف دونك شنو كيديروا؟ كيحاولوا يوضعوا واحد لا لين سور لا لين ديبوزي سور لا لين يعني واحد الميروار يعني واحد مرآة
مرآة وكيوجهوا لها واحد الشعاع من الأرض، على من لا سيرفاس ديال لا تير، واحد الشعاع ديال اللازر. إذا هذاك الشعاع كيوجهوا الميغوار، حنا كنعرفوا الميغوار كيعكس هذاك الأشياء غيفليشي سو غايون إي غيفليشي سوغ لا سيرفاس دو لا لين بوغ إتر أنوفو غوسي سوغ لا سيرفاس دو لا تير. إذا كيعاود يمشي ويرجع بوندون إين بيريود دو طون استيمي ا 2.56 سكون الي روتور. يعني ملي كنرسلوا مثلا واحد الشعاع ديال اللازر من سطح الارض لواحد لا سيرفاس دو لا دو لا دو لا لين، يعني على سطح الارض كاين واحد الميغوار، اذا غيضرب في في الميغوار وعاود يرجع. المده اللي كيدير كيدير تقريبا جوج ثواني و 56 ثانيه، لاحظ معايا يعني واحد السرعه كبيره جدا هي اللي بغينا نحسبوها. اذا جوج ثواني انت ممكن جوج ثواني تقدر يلا تحرك كرسي ولا شي حاجه، اذا جوج ثواني ونص تقريبا، جوج ثواني و 56 يعني تقريبا جايه 3 ثواني. اذا هنا كيمشي القمر وكيعاود يرجع، يعني واحد لا فيتاس تري غوند فيتاس اللي كينتشر سو بروباج، يعني لا ليميير سو بروباج افيك ان غوند فيتاس افيك ان غوند فيتاس. باش نحسبوها اول حاجه غندير واحد لي كيسيون غيساعدونا. كيلي لا دوغي تي نيسيسيغ ان غيون دو لازار بور سوب دي بلاسي دو لا تيغ على لين، يعني احسب لي شنو المده الزمنيه اللازمه باش واحد لو غايون دو لازار غيمشي فقط سو دي بلاس، يعني سو بروباج دو لا تيغ على لين، يعني غيمشي من لا تيغ لالين، يعني غيمشي من لا تيغ لالين. حنا كنعرفو كيمشي لا كيمشي لالين راه كيمشي لالين وكيعاود يغيفليشي كيدير 2.56، يعني الي غوتو بغينا نديرو حنا لالي فقط غيمشي مثلا من لا تيغ لالين. اذا غاش ناخدو هادي ونقسموها على جوج، دوك غتولي تي تيغال 2.56 سكوند سيغ 2 باش نحسبوها شحال كيمشي. دونك هنايا غتعطينا 1.28 طبعا. ندوزو للسؤال الثاني، كيلي لا غولاسيون كي نو بيرمي دو كالكيلي لا فيتاس، فيتاس ديال واحد لوبجي كيما بيكون النوع ديالو، كاين واحد العلاقه اللي كتمكن باش نحسبوا السرعه، هي هادي في ايكال دي سور تي، يعني تساوي المسافه المقطوعه على المده الزمنيه. اذا السؤال الثاني، كالكيلي لا فالور دو لا فيتاس دو بروباغاسيون دو لا ليميير ساشون كو لا ديستانس اونتر لا تير و لا لين ايكال ا 384، يعني 384000 كيلومتر، يعني المسافة ما بين الأرض والقمر هي 384 كيلومتر. بغينا نحسبو لا فيتاس، إذا غنحاول نطبق أنا هاد لا غولاسيون، إذا غندير أون سي كو في إتيكالا إتيكال دي سور دلتا تي، يعني لا ديستونس باركوري المسافة المقطوعة على المدة الزمنية. دونك إتيكال دي سي كوا سي هاي 384 كيلومتر على المدة الزمنية، المدة الزمنية اللي قاطعين المسافة لا لا تير لين. اذا فايت لينا حنا حسبناها قبيله لقيناها هي 1.28 سكون. السؤال الاول راه حنا حسبناها، دونك هنا تساوي عندي لابليكاسيون نيميريك، دونك عندي لابليكاسيون تعطيني 300 يعني 300000 كيلومتر باغ سكون على لينيتي هي هادي، يعني في سكون وحده يعني في ثانيه وحده كيقطع 300000 كيلومتر، يعني واحد السرعه كيمشي بها كبيره بزاف. دونك هنا لا فيتاس دو لا ليميير ابولي، اذا السرعه ديال الانتشار دو كنسموها سيليغيتي، سيليغيتي اي نوتي باغ كنرمزو لها بي سي. لاحظت معايا بالنسبه لي زوبجي، بالنسبه لي زوبجي لي كور، لي كور كنديرو دائما في، ولكن بالنسبه للضوء كنديرو كنرمزو لها بالسي، كنسموها سيليغيتي، عقل عليها بالنسبه دائما ديال لا ليميير كنسموها سيليغيتي. دونك سي، دونك سي في هذه الحاله تعطيني ها هي 300000 كيلومتر باغ سكون، وممكن انني نحول هاد الكيلومتر للمتر. دونك باش ندوزو من كيلومتر للمتر غنضرب في ميل، دونك هنا تعود لي 300 مضروبه في 1000 تولي متر باغ سكون، دونك تساوي هاد العدد اللي هو 300 مليون متر باغ سكون، يعني في سكون شحال كتقطع من متر. متر ممكن نكتبوها هادي كتابه علميه، يعني اكريتير سيونتيفيك، دونك ولا نكتبو سي ايكال 3 فوا 10 على بيسونس واحد، نحسبو الاصفار 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك تولي 3 فوا 10 على بيسونس 8 متر بار سكون، يعني الا بغينا بالمتر بار سكون ها هي 3 في 10 اس 8، بغينا بالكيلومتر بار سكون عقل عليها هي 300 متر بار سكون، خاصك تحفظهم هادو بجوج، اذا احفظ هادي وتحفظ هادي، الا انيتي بالكيلومتر بار سكون خاصك تكتب هادي من بين الاسئله اللي كتحطو في الفروض. بالنسبه بالمتر بار سكون ها هي 3 في 10 اس 8. دابا ندوزو لا ليميير
لقينا لا ليميير سو بروباج دون لو فيد اي دون لير. اذا هادشي خص يكون عندنا في لي ميليو ترونسبارون. هادشي كلشي خص يكون في ميليو ترونسبارون باش تكون عندي هاد لا فالور. حيت الا كان شي ميليو اخر راه كتنقص. دونك افيك اون غروند فيتا تري غروند كنرمزو ليها بالسي ابولي سيليغي تي دو لا ليميير. وبالنسبه نقدروا نقولوا 300000 كيلومتر بار سكوند او بيان الا بغينا نديروها بالمتر بار سكوند نقولوا 3 فوا 10 على بويسونت اكسبوزون 8. Donc la vitesse de la lumière est plus grande dans le vide et dans l'air, dans le milieu transparent, que dans tous les milieux, que dans les milieux transparents. Donc il y a le vide ou l'air qui est grand et بالنسبة les milieux d'autres qui sont petits. Mais en général, nous allons prendre cette valeur. La relation qui permet de calculer la distance d, donc parcourue par un faisceau de la lumière dans un intervalle de temps t est donnée par la formule suivante. واخا حنا قبيله اللي بغينا نحسبوا دائما لا ديستونس لا شي سؤال طرح لك مثلا نحسب لا ديستونس طبق هذه العلاقه من جناها حيت قبيله حنا كتبنا v est égal à d sur t v est égal à d sur t. واخا نجي دابا هنايا ونوريها لك. دونك درنا هاد العلاقة V est égal à D sur T بما أن ديال لا ليميير غنديرو C est égal à D sur T. ممكن دير هنا جدول تناسب يعني D غتساوي C فوا T هي اللي درنا قبيلة. دونك غتولي D est égal à C فوا T ولا تحفظها باش تحسب لا ديستونس غدير D est égal à C فوا T باش تحسب V C est égal à D sur T باش تحسب T تا هي نفس الطريقة ديال العلاقة ديالها. دونك أنا هي هادي C est égal à D sur T إلا بغيتي T ادير بحال جدول تناسب تي تيكال دي سور سي. دونك هنايا لاني لوميير يعني السنه الضوئيه اي لا ديستونس باركوري بار لا لوميير دون لسباس او كور دون اني ديزين بار لو سامبول ال اوتيليزي بور اكسبريمي 30 غروند فيتيل غروند ديستونس. بالنسبه للمسافات الكبيره ما كنستعملوش كيلومتر كنقولوا هذا بعيد بواحد سنه ضوئيه. اذا مثلا واحد الكوكب بعيد واحد السنه ضوئيه مثلا شحال من سنه ضوئيه هادشي اللي كنستعملوه يعني الكيلومتر. بالنسبه للمسافات الكبيره ديما كنستعملوا لا ليميير. شنو لا ليميير؟ اي لا ديستونس هي واحد المسافه باركوري بار لا ليميير دون لسباس او كور دون اني يعني خلال سنه يعني المسافه المقطوعه خلال سنه ديزيني بار كرمزوا لها ب ال يعني ا هي ا لي ال هي ال هادي علاش رمزنا ب ال. اذا كتستعملها باش نقيسوا المسافات الكبيره. دونك بما انها عباره عن ديستونس اذا غنطبق العلاقه دي ايكال سي فوا تي سي حيت ديال لا ليميير والتي هي المده الزمنيه هي اني. اول حاجه عندي ال دونك دي غنعوضها ب ال تساوي سي. سي شنو هي؟ 300 كيلومتر بار سكوند فوا تي. تي هي سنه. سنه شحال فيها 365 يوم واليوم شحال فيه ساعه؟ فيه 24 دونك فوا 24 والساعة شحال من دقيقة فيها 60 دونك فوا 60 والدقيقة شحال من ثانية فيها تاهي 60 دونك هي تولي عندي ثانية. علاش حولت هنا السكون؟ حيت هذه بالسكون وهنا السكون باش نختازل. دونك أنا غنختازل على السكون مشات مع السكون غنحسب هذا الحساب وغادير 300 فوا 365 فوا 24 فوا 60 فوا 60 وغتلقى هاد لا فالور 9.46 فوا 10 على بويسونس 12 كيلومتر حيت غتبقى ليا كيلومتر. هذه هي السنة الضوئية هذه هي لا فالور ديالها. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. اذا هذا هو الدرس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.